احنا عندنا الانتربريتيشن او طبيعه المجتمع المصري النهارده في مجموعه كبيره من الشباب اللي هو بيميل اكتر للالكترونيك شانل والموبايل ابلكيشن والموبايل بانكينج والادوات الالكترونيه. النهارده احنا بنتكلم زي ما انت عملت ان احنا عندنا اكتر من 100 مليون عميل معاهم موبايل بانكينج. يبقى اذا احنا عندنا بيج داتا موجوده في بعض البيانات البنكيه اللي ممكن نشتغل عليها مستقبليا للتعاون مع شركه اتصالات موجوده. احنا بدأنا بالموبايل ابلكيشن سنة 2013 عملنا شراكة مع شركة اتصالات في الوقت دوت، اشتغلنا في محفظتين، محفظة اسمها فونجاش خاصة بالبنك الأهلي بيشتغل على جميع الشركات، محفظة تانية بتشتغل مع شركة اتصالات. قدرنا إن احنا ندخل الجهاز المصرفي 2.5 مليار. طيب 2.5 مليار دول محتاجين مجموعة من الخدمات. ضمن الخدمات دي كانت الفايدة من ضمنها السداد المصري في الجامعة، من ضمنها كود الائتمان، فكل دي كلها منتجات بنكيه بتشتغل على شقين، شق بيعزز الشمول المالي من ناحيه، الشق الثاني بيبين المنظومه الموجوده في كل المجالات سواء جامعات سواء اجهزه دوله سواء تقنيه تداول الكاش في الماركت. يبقى اذا المستقبل كله هو الالكترونيك شانل. برضه البورصه معانا زحمه قوي، الالكترونيك شانل دي هتقوم على اي حاجه، برضه على الشباب بيشتغلوا في الفنتاك، هم على الشباب اللي بيقدموا ديجيتال سوليوشن. النهارده بنتكلم في ديجيتال كيو اي سي، كان ناقشناها في اكثر من اجتماع مع البنك المركزي، بيبقى بنتنتج وبنسيب في البلوك تشين ديجيتال كيو اي سي وتسهيل الادوار الدخول للجهاز المصرفي من خلال مجموعه من الحلول البنكيه الالكترونيه اللي تخلي العميل عنده الكونفينينس. هو انا كعميل النهارده مش مطلوب مني ان اروح البنك الفلاني، مطلوب مني ان اتعامل مع شركه الفلوس. ولادنا اللي جايين مش محتاجين يروحوا البنك خالص، تلاقي صفحتهم مختلفه تماما. يبقى اذا الانفراستراكشر زي ما قلنا لما قال لك جهزنا البنوك من جوه، الانفراستراكشر الموجوده تقدر تسبورت التارج البدايه. طلعنا بره شفنا احدث بنك العالم مستحدثات وحلول بنكيه. زي ما قلنا قبل كده النهارده الاتجاه النهارده اكثر من ديجيتال برانش. في خطه كبيره جدا ان احنا نتوسع في ديجيتال برانشز في الايام الجايه، وتكون دي تشانل من ضمن التشانلز البنكيه بالاضافه للموبايل بانكينج بالاضافه للموبايل بايمنت بالاضافه للتوسع مع شباب الجامعه وشباب المدارس. نزلنا المدارس عملنا ثقافه بنكيه، ابتدينا نجيب محاضرات للطلبه في النهايه. هو ده المجتمع محتاجه في الوقت الحالي، ان احنا نزود شويه البنتريشن بتاع القاعده الموجوده المتاحه في الدوله اللي هي تدخل الجهاز